الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعطانا فأجزل ووهبنا فأكثر. كم لله من نعمة علينا في أبداننا وأموالنا وسائر أحوالنا، فله الحمد وله الشكر وله الثناء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرشد الأمة إلى ما فيه خيرها ونجاتها وصلاح أحوالها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من طلب العلم مدارسة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد من الله على الأمة بأن جعل فيها أئمة يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء من الصحابة الأجلاء الذين فرغوا أوقاتهم لطلب العلم ولبث حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومرورا بالتابعين فمن تبعهم رحمهم الله وجزاهم خير الجزاء. وقد تحرى أئمة الحديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقحوها وتفحصوا ما فيها وبحثوا أحوال الرجال فميزوا صحيحها من ضعيفها، واعتنى الأئمة بكتابة الحديث الصحيح. ومن أشهر هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وقد يسر الله عز وجل لنا في لقاءات سابقة أن نقرأ شيئا من أحاديث التي رواها هذا الإمام، وتوقفنا عند كتاب الزكاة حيث مر معنا عدد من أحاديث هذا الكتاب، ولعلنا أن نواصل في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فلنستمع لعدد من الأحاديث. بارك الله فيك أيها القارئ، وبارككم الله جميعا أيها المستمعون الحاضرون والبعيدون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. في هذا الحديث الترغيب في الصدقة والنفقات، ويدخل في النفقات نفقة الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته وعلى ذوي رحمه، فإنه في الحديث قال: اللهم أعطِ منفقا خلفا. وفي الحديث وجوب قيام الإنسان بالنفقات الواجبة عليه، وأن قيامه بذلك من أسباب بركة الرزق له، وأن امتناعه عن ذلك من أسباب ذهاب البركة عنه. وفي الحديث دعاء الملائكة لأهل الإيمان والأعمال الصالحة، ودعاؤهم على من يكون بضد ذلك. وفي الحديث إثبات نزول الملائكة وصعودهم، وفي الحديث أن عطاء الله جل وعلا مستمر في جميع الأيام. أثابكم الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا يهم أن ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه أو تعفو أثره.
وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه، فهو يجتهد أن يوسعها ولا تتسع. في هذا الحديث الترغيب في النفقات والصدقات، التحذير من البخل، من البخل والإمساك، وفي الحديث ضرب المثال لتقريب المقال وتيسير فهم ما يراد وصول الفهم إليه، وفي الحديث أيضا جواز لبس الجبة من الحديد، وقوله من ثديهما إلى تراقيهما، يعني أن هذه الجبة كانت أول أمرها من الثدي إلى التراقي، والتراقي العظم الذي يكون في الكتف، فهذا مساحة ما غطى من البدن أول الأمر، وبالتالي فإن أيديهما مغلولة إلى تراقيهما، ومن ثم إذا أنفق الإنسان زادت هذه الحديدة إسباغا على البدن. وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه لا بأس من أن يضع الإنسان في قميصه جيبا عند صدره، وفي الحديث من الفوائد أن أصحاب النفقة ييسر الله أمورهم ويوسع الله عليهم، وأن أصحاب البخل يضيق الله جل وعلا عليهم، وشاهد هذا قوله تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعيه هكذا في جيبه. وقال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليأمر بالخير وليعمل بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه صدقة. في هذا الحديث وجوب أن يتصدق المسلم بالصدقات، والصدقات لا تقتصر على صدقة المال، وفي الحديث أن المسلم صاحب إحسان على العباد، وفي الحديث مشروعية أو فضل عمل الإنسان بيده واكتسابه، وأن الشريعة ترغب في الاكتساب لينفق الإنسان على نفسه وينفق على غيره ويتصدق، وفي الحديث القيام مع أصحاب الحاجات الذين تلحق بهم ظروف وأحوال، وفي الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك من شعائر الدين وشرائع الله، وفي الحديث وجوب كف الإنسان أذاه وشره عن الآخرين، واعتبار ذلك صدقة منه على نفسه. أحسن الله إليكم. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاه، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فقال: عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة أم عطية من تلك الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. فقال: هاتي، فإنها قد بلغت محلها. في الحديث فضل نسيبة الأنصارية، وفي الحديث توزيع الصدقات على المحتاجين، ومن ذلك توزيع هذه الصدقة بإرسال شاة كاملة إلى نسيبة، وفي الحديث جواز أن يهدي الإنسان مما يصل إليه من الصدقات والهدايا، وفي الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة شيئا، وفي الحديث تغير صفة الشيء بتغير نوع التصرف فيه، فنسيبة استلمت هذه الشاة على أنها صدقة ثم أهدتها لعائشة، فتغير حكمها من كونها صدقة إلى كونها هدية، ولذا أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء يقررون قاعدة فيقولون تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات، فلما تغير سبب الملك كان في الأول صدقة ثم أصبح هدية كأنها مال جديد، ولذا ما حرم من الأموال على ثلاثة أنواع: نوع محرم لذاته فهذا لا يجوز تعاطيه على أي حال، ومن أمثلة ذلك لحم الخنزير، الدم، النجاسات. والنوع الثاني ما حرم لتعلق حقوق الآخرين به من مثل المغصوبات والمسروقات، فهذه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها. ومتى علم الإنسان أن هذا المال مسروق بعينه حرم عليه شراؤه، فإذا وجدت سيارة أو وجدت آلة مسروقة وعلمت أنها كذلك لم يجوز لك شراؤها. والنوع الثالث ما حرم لكسبه، ما حرم لكسبه فلم يحرم لذاته ولا لتعلق حقوق الآخرين به، فهذا النوع لا يتعلق التحريم بعين المال وإنما يتعلق التحريم بالذمة. ولذا لو كسب الإنسان كسبا ربويا كألف ريال ثم الألف ريال هذه أعطاها لغيره هدية أو ثمنا لسلعة، فحينئذ لا تبرأ ذمته ويبتبقى في ذمة ألف ريال حصيلة الربا السابق. وهكذا كل مال محرم لكسبه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الهدية ويقبلها، وفي الحديث فضل عائشة رضي الله عنها، وفي الحديث من الفوائد تغير وتبدل حكم المال بتبدل المحل الذي يوجد فيه المال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، من كل 50 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له،
أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحق وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي 20 أو 20 درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حق فإنها تقبل منه الحق ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو 2 شاة، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة، فإن لم يكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة 1 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال أنس: كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يده، ثم في يد أبي بكر رضي الله عنه بعده، وفي يد عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر، ثم لما كان عثمان رضي الله عنه جلس على بئر أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال: فاختلفنا 3 أيام مع عثمان ننزح البئر فلم نجده. في هذا الحديث ذكر فرائض الزكاة الواجبة في بهيمة الأنعام. في الحديث أن الإمام يكتب لنوابه ببيان الواجبات الشرعية. في الحديث أن الدولة تتبنى أمور الشرع ومنها الزكاة. وفي الحديث فضل أنس بن مالك إذ وجهه أبو بكر إلى البحرين. وفي الحديث جواز لبس الخاتم للرجال إذا لم يكن فيه محذور. وفي الحديث ذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النقش فيه، وفيه استحباب التصريح باسم صاحب الخاتم عليه. وفي الحديث ذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وفي الحديث أن الزكاة في بهيمة الأنعام واجبة. وفي الحديث أن وجوب إعطاء الإنسان للزكاة المطلوبة منه. وفي الحديث أن من طلب منه زيادة عن مقدار الواجب الشرعي لم يجب عليه دفعها. وفي الحديث ذكر ما يتعلق ب الواجب في الإبل عند توفرها عند الإنسان. وخلاصة هذا أنه إذا كانت الإبل 5 ففيها بنت مخاض أنثى وهي التي قد بلغت 1 سنة، فإذا وصلت 36 فالواجب فيها بنت لبون، وإذا كانت 46 فالواجب فيها طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة. والناس يعرفون أسنان الإبل بالنظر في أسنانها. قال: فإذا بلغت، يعني الإبل 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون 2، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. ذلك لأنه ترك ما يتعلق بترتيب هذا المحل فوجبت عليه هذه العقوبة. قال: فإذا
بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان، الحقة لها 3 سنين، فإذا زادت الإبل على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وهي التي لها 2 سنين، وفي كل 50 حقة وهي التي لها 3 سنوات. وفي الحديث أن زكاة الإبل إنما تجب على من ملك نصابا، فمن لم يملك النصاب لم تجب عليه الزكاة. النصاب هنا 5 من الإبل، فإذا كان الإنسان يملك أقل من ذلك لم يجب عليه شيء. وفي الحديث أن من عجز عن السن المطلوبة فإنه بالخيار، إما أن يعطي سناً أقل ويقدم معها 2، وإما أن يعطي ما هو أكبر من ذلك، ففي هذه الحال يأخذ الحكم المقرر. وفي الحديث أن من كان عنده حقة وقد وجبت عليه جدعة وأراد أن يقدم الحقة جاز له ذلك، لكن يقدم معها 2 أو 20 درهما. وفي الحديث من بلغت عنده صدقة الحقة في 3 سنين وجب عليه أن يذبح 2 أو يقدم عن كل 20 درهما. وفي الحديث أنه إذا وجب على الإنسان زكاة بنت لبون وهي التي لها 2 وكان عنده سن أعلى وهو الحقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2. فهكذا قرر أهل العلم أن من وجب عليه سن فإما أن يختار ما هو أعلى ويقدم له التعويض، وإما أن يختار ما هو أقل، وحينئذ يكون من الواجب عليه أن يتقرب لله عز وجل بهذه الأذكار. وفي الحديث من الفوائد أن نصاب زكاة الغنم 40، وأن من ملك دون ذلك لم تجب عليه الزكاة. وفي الحديث أن من ملك ما بين 40 إلى 120 وجب عليه أن يدفع 2 زكاتين. إذن من كان دون 40 لم يجب عليه شيء، ما بين 40 و120 فيها 2، ما زاد عن ذلك ففيه 3 شياه. ثم بعد ذلك تستقر الزكاة في البهائم ويكون في كل 100 شاة. قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الحديث أن الخلطة في المالين تصيرهما كالمال الواحد، ويتبين هذا في الأغنام مثلا، فلو كان عندنا 3 كل واحد منهم يملك 40 شاة، لو زكى كل واحد منهم وحده لوجبت عليهم 3 شياه، فإذا جمع بين مالين أصبح كمال واحد فيكتفى فيه بزكاة واحدة. وهكذا قد يكون العكس، عندنا شخصان لكل واحد منهم 30 من الغنم، فإذا ضممناها إلى بعض فحينئذ تجب شاة لأنها أكثر من 40. وفي الحديث أنه إذا وجبت الزكاة على مجموعة فإن المصدق وهو راعي صاحب بيت المال يأخذ منهما تمام الزكاة، وأحدهما يرجع على الآخر. وفي الحديث بيان نصاب الفضة وأنه 200 من الدراهم. وفي الحديث ذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وما توارثه من الأئمة إلى خاتمه، وما ورد من سقوط هذا الخاتم في البئر بئر أريس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير،
وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الجميع، وأن يبارك فيهم، وأن يسعدهم دنيا وآخرة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للهدى والتقوى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.